واحدة بالسوق صورتني وأنا مدري وقلت لها هي هي حبيبتي إذا أهلك ما ربوك أنا أربيك. والله جد قلت لها كذا؟ لا يعني قلت داخل نفسي بس صدق بغيت أقولها. يعني نص السالفة صارت بمخك. واو هنوف دايما تصير لك سوالف أكشن بحياتك. لأنها تحط بهارات بكل سوالفها تلقين. أخ يا الله يا كثر اللي يصوروني إذا رحت السوق. طيب عادي أكمل كلامي. ليش تتوقعون؟ جاوبوا. تتوقعون عشان ممكن أكون جميلة مثلا أو ملفتة أو ممكن كلام مع بعض لأن لاحق. أحسك تكلمت كثير. تبي موية تبلين ريقك؟ لا شكراً ما أحب طعم الموية. بس الموية ما لها طعم. إلا طعم الموية موية المهم. طيب خلاص خلنا نروح نشتري أكل من المطعم وناكل قبل تخلص الفسحة. ترى ما يتجوع. يليل أم بطنين خلاص لحكين بكرة الأكل. سوالفي فلا أكثر. يا ربي إيش ذا العلة؟ كل سوالفك إن الناس خق عليك. صح على طاري علة. تذكرون الطالبة علة يوم تغني لك اليوم؟ تعرفون بنات لو صوتي حلو زيها كان والله ما اسكت وطول الوقت اغني واتكلم. على اساس انت ساكتة طول الوقت قاعدة تتكلمين. بنات وش ذا التعب يا ربي. ابي موية ابي اكل جوعانة. حلقي نشف واحس بدوخة ولا عتكت وتنميلي برجليني وزغللة بالعين ورجفة بيديني ورشة كتمة وقليل من الرجفان. سبحان الله قبل رمضان ما تجوعين وتنسين الاكل والموية طعمها خايس وبرمضان اول دقيقتين كل هذا جاك حاشا. صح على طاري رمضان فاتك الزينة والانوار اللي شريتها للبيت. تخيلي كنت بطلبها من برا لكن بالصدفة لقيت محل يبيع نفس الاشياء لكن تقليد بس تقليد حلو عرفتي يعني درجة اولى يعني غالي شوي بس مو بمرة واو. لا خلاص ارحمينا.